صباح الخير، النهارده ماتش الزمالك وبيراميدز، والحقيقه لا حديث في الشارع الكروي المصري غير عن الماتش دوت، لانه الزمالك طبعا فريق كبير وبيراميدز ايضا متصدر بطوله الدوري. فالحقيقه انه ماتش مهم، وخصوصا في سباق او ماراثون بيراميدز تحديدا لحسم اللقب والتنافس الكبير السنه دي، واللي يحسب له الحقيقه امام نادي الاهلي. 13 لاعب النهارده خارج الخدمه في مباراه الزمالك وبيراميدز، ويا ترى هيطلعوا حبايب النهارده ولا لا. مباراة الزمالك وبيراميدز النهارده بتشهد غياب 13 لاعب عن المباراة اللي هتقام ان شاء الله الساعة 9 النهارده على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بمنافسات الدوري المصري الممتاز. طيب الزمالك هيفقد مين؟ الزمالك هيفقد محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي واحمد حمدي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي. اما بقى احمد مصطفى زيزو وحسام عبد المجيد ومحمد شحاته وزياد كمال، فدولت موجودين دلوقتي مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد باريس 2024، واللي بتقام دلوقتي. وبالفعل منتخب مصر خاض اول مباراه وخرج 0-0. اما الثنائي حمزه المسلوسي ومهاب ياسر فدول للايقاف وتراكم الانذارات. على الناحية التانية بقى بيراميدز في مواجهة الأبيض بيغيب عنه كل من أكونغولي، فاستون مايلي، وأحمد توفيق، ومحمود مرعي لتراكم الإنذارات. أما المغربي محمد الشيبي فده هيغيب نظرا للطرد المباشر اللي حصل عليه أمام الأهلي في المباراة السابقة. فريق بيراميدز بيحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة جمعهم من 29 مباراة، بينما الزمالك في المركز الخامس دلوقتي ب 48 نقطة من 27 لقاء. طبعا خليني اقول لكم ترتيب جدول الدوري قبل مباراة اليوم. زي ما قلت لكم بيراميدز في الصدارة ب 68 مباراة بعد ما خاض 29 68 نقطة بعد ما خاض 29 مباراة، ويليه نادي الاهلي عنده 66 نقطة بعد خوضه ل 26 مباراة. وفي المركز الثالث المصري البورسعيدي وعنده 52 نقطة بعد خوضه ل 30 مباراة. أما المركز الرابع فموجود في مودرن سبورت ب 50 نقطة بعد خوضه ل 31 مباراة. ده عن طبعا المربع الذهبي. استكمالا بقى للخمسة التانيين، لو احنا طبعا هنذكر العشرة الأوائل في الدوري زي ما بيقولوا، فالزمالك في المركز الخامس زي ما قلنا لكم برصيد 45 نقطة جمعهم من 27 مباراة. وبالمركز السادس سموحة بعد خوضه ل 30 مباراة عنده 45 نقطة. أما زد والحقيقة طبعا صاعد حديثا لبطولة الدوري الممتاز وبيقدم مستويات فنية كبيرة جدا، فلديه 44 نقطة جمعهم من 28 مباراة. في المركز الثامن يأتي سيراميكا كليوباترا ب 30 مباراة وكما جمع فيهم 44 نقطة. وفي المركز التاسع إنبي برصيد 42 نقطة بعد ما جمع من بعد ما جمعهم بعد 29 مباراة. أما الاتحاد فلديه 39 نقطة وكان خاض 31 مباراة. دي أرقام طبعا الأندية أو ترتيب جدول الدوري قبل مباراة اليوم ما بين الزمالك وبيراميدز. والحقيقة أنه المباراة النهاردة يعني في كلام كتير جدا قبلها، خاصة أنه بيراميدز وإدارة نادي بيراميدز والجهاز الفني لنادي بيراميدز كان أكثر المتضررين من عدم خوض نادي الزمالك لمباراة القمة وإعطائه للثلاث نقاط للنادي الأهلي على طبق من ذهب زي ما هما بيقولوا حتى بينهم وبين بعض. والحقيقة انه نادي الزمالك طبعا كان لديه موقف معين واعلن عنه واتكلم في بيان رسمي انه هو كان عايز النادي الاهلي يلعب كل مؤجلاته، وطبعا في النهاية النتيجة انه الزمالك اتخصم منه 3 نقط، وثلاث نقط دول راحوا للنادي الاهلي. الحديث عن يعني الكلام طول الوقت عن فكرة التفويت في الكورة عمره ما بيخلص، وعمر المنافسات اللي بتبقى بالشكل دوت ما بتخلو من هذا الامر، خاصة انه زي ما قلت لكم بيراميدز متضرر جدا من عدم خوض نادي الزمالك لمباراة القمة، وطبعا لانه كان النادي الاهلي المنافس المباشر ولا زال طبعا المنافس المباشر على لقب الدوري، واللي زاد وغطى زي ما بيقولوا فوز النادي الاهلي رايح جاي على فريق بيراميدز.
كل التوفيق وكل أمنياتنا القلبية للفريقين بخروج مباراة النهاردة تليق بطبعا الكرة المصرية، وخليكم معانا في الساعات القادمة، مستمرين معاكم في بث مباشر هنا من صالة التحرير اليوم السابع. اوعى تروحوا في أي حاجة.